بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما فضل المداومة والمحافظة على الصلوات الخمس، وما الأثر المترتب على المحافظة عليها سواء في جماعة المسجد أو حث الآباء أولادهم على المحافظة عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الآية الأخرى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثلاث آيات الأمر بالمحافظة على الصلوات الخمس وبيان ثواب المحافظة عليهما. والمحافظة تعني أن الإنسان يداوم عليهما مدة حياته مع الجماعة وفي أوقاتها المفروضة، هذه هي المحافظة عليها، بخلاف المضيع للصلاة الذي قال الله جل وعلا فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمحافظة عليهما تعني المداومة عليهما، لأن لا يترك منها شيئا، لا يترك منها شيئا أبدا طول حياته، ولكنه يصلي على حسب حاله. إن كان مريضا قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. أو كان مسافرا فإن المسافر قد رخص الله له في القصر، لكن لا يترك الصلاة وإنما يقصر الرباعية إلى ركعتين. وكذلك المحافظة على الوقت، أن يؤدي كل صلاة في وقتها، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إلا أنه يباح له الجمع إذا احتاج إليه في سفر، الذي يقصر الصلاة يباح في السفر يباح له الجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب الأرفق به، وإما أن يكون مريضا يشق عليه كل صلاة في وقتها فيجمع أيضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإذا قصر الصلاة جاز له الجمع، وهذا في السفر خاصة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض معناه السفر. وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر الذي يبل الثياب أو الدحض والطين في طريق المسجد، فيباح لهم أن يجمعوا العشاء مع المغرب تخفيفا عنهم في هذه الحالة. وما عدا ذلك فإنه يحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتها ومع الجماعة، مع جماعة المسلمين في المساجد، ولا يتهاون بها أو يضيعها. نعم. أحسن الله إليكم. من صام مع بلد ثم سافر إلى بلد قد سبقهم بالصيام، فكيف تكون الحالة؟ الحالة أن حكمه حكم البلد الذي سافر إليه، فيفطر معهم مع البلد الذي سافر إليه، ولا يفطر والناس صائمون، يصوم معهم لأجل أن يؤدي ما عليه من وجوب الصوم مع المسلمين. الصوم يوم تصومون والفطر يوم
تفطرون والأضحى يوم تضحون، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. العمرة للمكي هل يفرق بين أهل مكة وغيرها؟ يعني هل يجب على أهل مكة عمرة؟ الجمهور على أن العمرة واجبة في العمر مرة، مثل الحج واجب في العمر مرة على المستطيع من أهل مكة وغيرهم. فكما أن أهل مكة يجب عليهم الحج، لأن العمر حج أيضا، حج أصغر، هذا هو قول جمهور أهل العلم. بعض العلماء يرى أن أهل مكة لا عمرة عليهم، ولكن الجمهور على خلاف هذا، أنهم كغيرهم تجب عليهم العمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. رجل يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فدخل المسجد وهو في السفر للصلاة، وكان في نيته أن يصلي المغرب، فوجد الإمام يصلي العشاء، فكيف تكون الطريقة؟ يدخل معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس هو ويأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام فسلم معه، ثم يقوم ويصلي صلاة العشاء يجمعها مع المغرب إذا كان مسافرا. نعم. هذا السائل يقول لي صديق يتقرب إلى الله بذبيحة كل 6 أشهر في غير وقت الأضحية. إذا كان ينويها أضحية فهذا لا يجوز، لأن الأضحية إنما تكون في عيد الأضحى. أما إذا كان ينويها صدقة يتصدق بلحمها فهذا من الصدقة، إن شاء تصدق بنقود، وإن شاء تصدق بطعام، وإن شاء تصدق بملابس، وإن شاء تصدق بلحم، يعتبر من الصدقة، ولكن لا يداوم على ذلك ويعتبر هذا أنه كأنه لازم له. نعم. يقول فضيلة الشيخ في فقرة له: أنا دائم أداوم على استفتاح واحد في الصلوات وفي أيضا النوافل، فهل يجزي ذلك؟ وما هي الصيغة الواردة في دعاء الاستفتاح؟ نعم، الاستفتاح سنة للصلاة، قد وردت أنواع من الاستفتاحات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الفريضة وفي صلاة الليل، وأحسن ما ورد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، ما مناسبته وما معناه؟ هذا رجل دخل المسجد والناس قد صلوا، فاتته صلاة الجماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، بدل أن يصلي منفردا صلي معه جماعة، وتكون للداخل فريضة ولمن صلى معه نافلة، لأجل أن لا يصلي وحده. نعم. يقول السائل: شيخ، من صلى جالسا وهو مريض فهل له أجر الواقف؟ نعم، إذا كان صلاته جالسا لعذر فإن له أجر الواقف، إذا نوى ذلك، إذا نوى أنه لولا العذر لصلى واقفا، وهذا واجب عليه، لأن الوقوف في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وقوموا لله قانتين، فإذا عجز لمرض يصلي جالسا، وله أجر القائم لأنه ما ترك القيام إلا لعذر. نعم. هذه سائلة أم محمد تقول: ما معنى الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ تقول: أنا مستطيعة على الرضاعة لهذا الطفل، ولكنني أخشى أن يتغير صدري يا فضيلة الشيخ، وتركت هذا الطفل لم أرضعه هذه المدة. إذا كان الطفل يأكل الطعام ويستغني عن اللبن إنه لا حاجة إلى إرضاعه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. وأما إذا كان الطفل يحتاج إلى الرضاع ولا يأكل الطعام، أو لا يأكل طعاما يكفيه، فإنه يرضع، لا بد من إرضاعه لئلا يموت. وأكثر مدة الرضاع حولان، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأنه بعد الحولين يستغني بالطعام في الغالب، فلا يزاد على الحولين. ولهذا قال جل وعلا: لمن أراد أن يتم الرضاعة،
هذا يقول سؤال يتعلق يا شيخ بزكاة الأسهم. هذه الأسهم التي نتداولها فضيلة الشيخ، هل عليها زكاة؟ الأسهم على نوعين، أسهم ثابتة في مشاريع مثلا زراعة، كهرباء، مياه وغير ذلك، هذه يزكي ما يحصل منها، ما يحصل من غلتها. والنوع الثاني أسهم معدة للبيع، حكمها حكم البضائع، إذا مضى عليها سنة فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها لإخراج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإذا باعها فإنه يزكي قيمتها بأن يدفع منها ربع العشر إذا باعها بعد الحول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهب أنتم برسول الله؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم أما كان في غزوة حنين وأصاب المغانم عليه الصلاة والسلام، فإنه جعل يوزعها على المؤلفة قلوبهم تألفهم على الإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجد بعضهم في نفسه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم بذلك، وكلهم إلى قوة إيمانهم وطيب خواطرهم، فقال: ألا ترضى أن تذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنه معكم ومهاجر إليكم، هو أكبر غنيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى من الشاة والبعير التي يعطيها للمؤلفة قلوبهم الذين عنده أو حديث عهد بإسلام أو ضعاف الإيمان، فيعطيهم من أجل أن يقوى إيمانهم، والمؤلفة قلوبهم لهم نصيب حتى من الزكاة، قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ: ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية الخالدة صلى الله عليه وسلم؟ الدليل من القرآن: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فهو مبعوث لجميع العالمين، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يشترط شيخ وجود نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ نعم، ينوي الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، إذا أراد أن يجمع فإنه ينوي ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في جمع التقديم. نعم. أحسن الله إليكم. الطواف والسعي إذا كان الإنسان غير قادر ومحمولا بعربة مع القدرة على المشي، هل يجزي يا شيخ؟ نعم، يجزي أن يركب وأن يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا بعض الأحيان، فيجوز للإنسان أنه يطوف على قدميه وهذا أفضل، ويجوز أن يركب للعذر أو لبيان أن هذا جائز للناس. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: جاء عمي أن يعطينا من الزكاة وأن يدفع لنا الزكاة من ماله، فإذا علمنا أن هذا المال غير صحيح ومحرم، هل يشترط في مال الزكاة أن يكون الكسب حلالا؟ نعم، مال الزكاة وغيره لا بد أن يكون الكسب حلالا، الحرام لا يقبل، لا تصدق منه فإنه لا يقبل منه صدقته، والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يجوز أن يتقرب إلى الله بالمال الحرام لا في زكاة ولا في غيرها. نعم. هذا يسأل ويقول: شيخ، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما تحت صدره أو تحت سرته، وهذا من سنن الصلاة، قبض الكفين أثناء القيام هذا من سنن الصلاة. نعم. ما حكم الزكاة وما حكم من أنكر وجوب الزكاة؟ من أنكر وجوب الزكاة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، مثل من أنكر وجوب الصلاة، من أنكر وجوب التوحيد، إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا مرتدا
عن دين الإسلام، وإن كان جاهلا فإنه يبين له، فإن أصر على الإنكار إنه يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: الشيخ، كم مقدار الوقت بين أذان المغرب وأذان العشاء بالساعة؟ ومتى يبدأ حساب الوقت؟ هل هو من غروب الشمس أم من أذان المغرب؟ وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، فإذا غربت الشمس وجاء الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب فإنه يفطر الصائم وتجب صلاة المغرب. هذا ما يعرف به دخول وقت المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من عادتي أن أتلثم في الصلاة بحساسية تنتابني بين الفترة والأخرى، وخصوصا في المسجد. نعم، إذا احتجت إلى التلثم فلا بأس بذلك، تتلثم للحاجة لا بأس بذلك. نعم. هذا يقول: أرجو أن تفسر الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، هذا إخبار من الله جل وعلا أنه رب المخلوقين جميعا، بمعنى أنه خالقهم ومربيهم والمنعم عليهم والمتولي لأمورهم وشؤونهم، هو رب الجميع سبحانه الله. هذا فيه توحيد الربوبية، ويستلزم توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا دليل على قدرته سبحانه، دليل على أنه الرب الخالق المنفرد، كما أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير فهو المنفرد أيضا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. هذه ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى سبحانه على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. العرش في اللغة السرير الذي يكون عليه الملك في عرف الناس، والمراد به هنا المخلوق العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات. والله جل وعلا استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، لأنه من صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء. أما العلو فإنه لازم لذاته سبحانه وتعالى دائما وأبدا، صفة ذات. العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل، يفعلها متى شاء إذا شاء. ثم استوى على العرش، وهذا من عقيدة المسلمين، الإيمان بالاستواء على العرش من غير تأويل ومن غير تحريف، وإنما على ظاهره. استوى يعني ارتفع على العرش واستقر على العرش. يقول ابن القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد بينت لفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد علا الذي هو رابع، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالاستواء له معاني وهو على حقيقته. وأما من يقول استوى يعني استولى، هذا قول باطل تردها الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم بالرياض يقول: لي زميل ذكر لي بأن من كان اسمه محمد أو أحمد فلا يضره شيء ولا يؤذيه أحد، ما صحة ذلك؟ هذه خرافة لا أصل لها، ومحمد وأحمد مثل غيرهم من الناس معرضون للآفات والأمراض والأخطار مثل غيرهم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، زميلي عبد الله سلولي، وقد سجل هذا اللقاء من مكتب الشيخ. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة